سجلت مملكة البحرين ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا نعم فقد أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 3155 حالة قائمة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 26990 حالة منها 67 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وعشر حالات في وحدة العناية القصوى هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 3104 حالات إضافية